أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة ودين. منذ آلاف السنين كانت بتعرض الصين لعمليات نهب وقتل كتيرة جدا. اجتمع الصينيين وقرروا أن هم يبنوا سور حوالين الصين، وفعلا بنوا سور الصين العظيم اللي هو أحد عجائب الدنيا السبعة. لكن اكتشفوا شيء غريب جدا، أن حوادث القتل والسرقة بعد بناء السور كانت أضعاف اللي كانت بتحصل قبل بناء السور. بحثوا حوالين السور، جايز يكون في رشاشات ضربت السور، او في مدافع ضربت السور، او حد تسلق السور، لكن ما لقوش كده ابدا. اكتشفوا ان الحراس اللي واقفين على ابواب السور هم اللي كانوا بيعدوا المجرمين والقتله داخل السور. الصينيين اهتموا ببناء السور، لكن عمرهم ما اهتموا ببناء الشخص اللي واقف على السور. كل سنه وانتم طيبين. انتهى رمضان. كان رمضان بالنسبة لنا سور عظيم حوالين المعاصي والذنوب، لكن بعد رمضان اتهد السور وانتهت أخلاقيات الصينيين. اهتموا بالسور زي ما قلت، لكن أخلاقيات الحراس اللي على السور ما عرفوش يبنوها. عشان كده بيحصل خلل في سلوكيات المسلمين بعد رمضان. النهاردة هنتكلم عن الأخلاق بين الصحة والدين، خصوصا بعد انتهاء رمضان. اسمحوا لي ارحب بضيفي الشيخ عزة ابراهيم الداعيه الاسلامي. اهلا بك. اهلا وسهلا بك يا فندم. كل سنه وما عليك طيب، والاسره القناه والعاملين على الاسره على القناه كلهم طيبين بشهر رمضان المعظم، وبدعي ربنا وبشر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني يجعل رمضان شهيدا لنا لا شهيدا علينا. امين يا رب. وان يتقبل منا صالح اعمالنا وصيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. أمين. وان يختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. أمين. وان يزكي نفوسنا وان يجعلنا من ورثه اهل جنه النعيم. امين يا رب. عنده في مقام رب العالمين ان شاء الله. انتهى رمضان، انتهى الصيام والقيام والتهجد. نعم. وانتهت الطاعات. عدنا لما سبق، وهو حالنا بعد رمضان مختلف عن رمضان. تمام. فعايزين نعرف حال المسلمين بعد رمضان هيكون ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما امر. الحمد لله الذي انزل كل شيء بمقدار وقدر، وجعل الليل والنهار والشمس والقمر. الحمد لله مفرج الكروب، ستار العيوب، غفار الذنوب، قابل التوب ممن يتوب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان حبيبنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله على حضرته وسلم تسليما كثيرا. في بداية الأمر إن الأخلاق، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعامل العبد على قدر نيته بالخلق مع ربه، مع غير ربه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يحب منا إلا الطائع، ولا معصية لمخلوق، لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الطاعة وحسن الخلق بيقرب العبد من ربه. تقريب العبد من الله في ايه؟ في حسن مكارم الاخلاق. لان ربنا سبحانه وتعالى بينال من العبد ايه؟ الا ان الله تبارك وتعالى لا يقبل، لا يعامل الناس، ليس يعامل الناس ايه؟ باعمالهم ولا من واسع اعمالهم، ولكن يعاملهم بفضله ورحمته. ليه؟ على قدر الخلق العبد مع الله، على قدر ما يعطيه الله عز وجل ايه؟ الرضا والاجر والصواب والفضل والبركه والرحمه من الله عز وجل. الاخلاق حاجه يعني نحط تحتها كم مليون خط، لو قلت اكتر يبقى انا يعني بقى مازح. لكن الاخلاق دي عايزه وقفه. عايزه وقفه وخاصه للناس. لان الاخلاق يعني في زماننا هذا فيه أشياء كثيرة لا ترضي النفس ولا ترضي الخاطر ولا ترضي البال ولا ترضي نفوس الناس جميعا. ليه؟ الناس تغيرت بإيه؟ بتغيير الزمان وبتغيير المكان.
يعني لا، انا عايز الاخلاق بتاعتي تثبت على نهج الدين، على نهج طاعة الله، على استقامة الله، لان الاستقامة هي استقامة الخلق. اذا استقامت الخلق استقامت الطاعة، واستقام البدن، واستقامت النفس في ايه؟ في ارضاء الله تبارك وتعالى. تمام. ازاي؟ ان احنا بنقول الطاعة هي التزام منهج الاسلام، والاخلاق هي التزام على منهج الاسلام وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قالوا يا رسول الله، من احب الناس اليك مجلسا يوم القيامه؟ واقرب الناس اليك منزله يوم القيامه؟ قال: احاسنهم اخلاقا. يعني النبي ما قالش اغناهم، ما قالش اعلاهم، ما قالش اعلمهم، ولكن قال: احاسنكم اخلاقا. ان من اقرب الناس الي منزله يوم القيامه هو ايه؟ الذي يتمتع بحسن الخلق وبحسن مكارم الاخلاق. وان النبي بعث وبعثت والساعه هاتين وبعثت لاتمم مكارم الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرنا وبيعلمنا الادب مع الله بالخلق، لان الادب والاخلاق النهارده اللي هي يعني كاد تكون منعدمه. ليه؟ لان طغت النفس وطغت الدنيا عليها بايه؟ بالشهوات وبالمال، وطغت الدنيا بحاجات كتيره غير مرضيه. ليه؟ لان الناس بعدت عن ربنا. لو ان الانسان عاد الى ربه وتقرب الى الله تبارك وتعالى وعرف ان القرب مع الله في رضاه، وان بالخلق تنال ايه؟ الرحمه من الله. يبقى انت عايز ان ربنا يرحمك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عن ابي هريره: لن ينجو احدا بايه؟ بعمله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله عن ابي هريره: لن ينجو احدا منكم بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا من يتغمضني الله برحمته وبفضل من الله. حديث رواه مسلم. يبقى ان ما فيش حد ينجو بعمل الا برحمه الله تبارك وتعالى. شوف قد ايه. طب الخلق بقى هل ينجي صاحبه؟ الخلق ينجي صاحبه. الاخلاق بتنجي صاحبها من المهالك، من المعاصي، من الذنوب. الخلق بيكرم صاحبه، يجعل له مكانه عظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى. بيرفع منزلته، يرفع شأنه، لان الاخلاق هي ترسيخ لقيم العبد بايه؟ بتواضعه وباكرامه وبطاعته لله وبايه؟ وبحسن ظن بالله وحسن يقينه بالله تبارك وتعالى. تمام. اعتقد ان كل العبادات بتخدم على الوصول للاخلاقيات. تمام. يعني الصيام كتب عشان الناس وفي تقوى عند نعم. الناس. نعم. العباده برضو موجوده عشان وفي خشيه من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت حسن الجوار وحسن الاخلاق مع الناس نفسهم. يعني كل طاعه من الطاعات دي بتخدم على خلق تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وربنا سبحانه وتعالى لما حب يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بشيء عظيم جدا: وانك لعلى خلق عظيم. عظيم. نعم. يبقى الثمره لكل الطاعات دي هي الخلق. ازاي اصل لهذه السلوكيات او هذه الاخلاق؟ اولا اصل لهذه الاخلاقيات وهي سلوكيات بعد رمضان. يعني السلوكيات لازم لها ثوابت. تمام. الثوابت في السلوكيات ايه؟ اول حاجه يعني اتواضع لعظمه الله. تمام. ان استخير الله تبارك، استشعر عظمة الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. وتقوى القلوب بترجع من إيه؟ من حسن مكارم الخلق. الأخلاق عندي هي اللي علمتني إن أنا أستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وإن أنا إيه؟ أؤدي ذلك إيه؟ في سعادة وفي حب مع الله. أؤسر نفسي مع الله، أعطي لله وأمنع لله تبارك وتعالى. إيه الخلق وسلوك الخلق؟ السلوك اول شيء على طريق الصحيح، على الطريق القويم. يعني ايه؟ ان انا بسير على طريق مستقيم، طريق هدانا الله اليه. لذلك ربنا بيقول: قل ان هداني ربي الى صراط مستقيم، صراط الله العزيز الحميد. وربنا ذكر في ايات اخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يبقى سلوك الإنسان يأتي من إيه؟ من خلقه مع الله السلوك الطيب لا يأتي إلا بالخلق الطيب السلوك الطيب الحميد لا يأتي إلا بإيه؟ بالخلق الحميد أخلاقي طيبة الناس هتحبني أخلاقي يعني لها رونق ولها طعم ومذاق عند الناس الناس كلها بتشهد بأخلاقي طيبة بالطيبة بتاعتي بأسر قلب الناس بدر الناس إنها إيه؟ تعاملني بنفس أخلاقي بإيه؟ بحسن الأخلاق لأن الخلق سيف يحارب بهم الإيه؟ من كان عنده خلق الأخلاق تحارب بسيف الأخلاق فتكسب وتربح بالأخلاق أنت لما تسامح بحسن خلق ليه أخلاقك طيبة أخلاق كريمة بتعفو لمن؟ لله سبحانه بتسامح لمن؟ لله سامح سبحانه لله يبقى أخلاقك اللي علمتك تقدم الخير لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر بالخلق ربنا بيقول علينا إن الله لا يضيع أجر من؟ إيه يا رب؟ أحسن عمل حسن العمل بالأخلاق أنت آمل بأخلاق الأخلاق الحسنة لذلك إيه؟ الحسنة بعشر أمثالها بس يا ترى واحد عنده خلق يعني يسيب حقه للناس ولا إيه بالظبط؟ المفرق بالاثنين يعني هو الانسان لو عنده خلق وله حق عند الناس فايه يعرفهم هذا الحق ياخذ عليهم حجه يعني ايه يبين حجته على الناس ويجعل له شاهد ايه عمله وشاهد غيره عليه يعني يشهد من عمله شاهد عليه ويشهد غير من الناس على اللي هو اللي عليه الحق ما يسيبش حقه هباء لذلك ربنا قال ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك يبقى انا ايه لو ليا حق عند حد بس اطلبه بايه بقى اطلبه بحسن الخلق اطلبه بادب اطلبه في سياق ايه محترم اطلبه في كرامه بعزه مع اخلاق ايه اللي بتعلمني كده اخلاق ايه اللي ايه بتعلمني ان انا اتعامل مع الناس ازاي ادفع بالتي احسن الذي بينك وبين عداوه ادفع الدفع هنا بالخلق ازاي لان الشر لا يجلب الا الشر والخير لا يجلب الا الخير الله اكبر الناس بتعتقد ان الاخلاقيات والطيبه والاحترام بيعتبروها ضعف لا بياكلوا حق الناس لا هي مش ضعف هي قوه مع الله سبحانه هي قوه ونصر ومجاهده ليه ان انا الناس بتفكر ان هو اللي بيتكلم بالطيبه وبالادب وبالاخلاق ان هو ضعيف لا مش ضعيف هو مش ضعيف ولكن انسان عنده ادب وعنده قيم عنده تربية بيخاف ربنا وبيتقي ربنا سبحانه وتعالى وبيعامل الناس كما أراد الله عز وجل وكما أمر ربنا سبحانه وتعالى وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة الدين إيه؟ معاملة فالخلق أيضا معاملة من أعظم أنواع العبادة في الدين هي عبادة هو إيه معاملة الخلق الخلق بالأخلاق وإيه ورب الخلق بإيه بمكارم الأخلاق ربنا كريم بإيه عليك ربنا ايه كريم بعطائه سخي عليك فضله ونعم ظاهره وباطنه اصبغ الله علينا نعم ظاهره وباطنه فانت بالنعم ديت رب دي ايه اسمها إيه؟ الله عز وجل بيكرمك وما يكرمه الله فلما لم تجد له من مهين ومن يهن الله فلا تجد له من مكرم يعني ربنا لو هان واحد ما تلاقيش حد يكرمه كذلك ربنا لو اكرم انسان ما تلاقيش حد ابدا يهينه بايه بمكارم الاخلاق المفروض بقى للناس بعد رمضان تستقيم على نهجها وهي في رمضان نعم. في رمضان ناس متسامحه متساهله مع بعضها خايفين على مشاعر بعض وبيعاونوا بعض ناس كرماء مع بعض بعد رمضان الوضع مختلف شويه محتاجين استقامه نعم. على وضع واحنا في رمضان فمعنى الاستقامه ايه معنى الاستقامه هو الالتزام على منهج الاسلام والالتزام على طاعه الله لزوم طاعه الله ده معنى الاستقامه تمام. لزوم طاعه الله والاستقامة على التزام بمنهج الله ونهج سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم الاستقامة هنا بتخلي الإنسان ماشي على طريق سوي طريق مستقيم
ما فيش اعوجاج. ليه؟ الصلاة فيها استقامة، تلاقي ايه الامام بيقول ايه استووا، الاستواء، استقيموا، الامام يردد للمأمومين. الزكاة استقامة، الصيام استقامة، الصلاة استقامة، الحديث استقامة. اذا استقام الانسان استقام كل شيء. لذلك ربنا لو ان الانسان استقام في حياته وفي عباداته مع الله، الله عز وجل استقام له واقام له كل شيء ايه في عدل، استقام له كل شيء. ما انت لو استقمت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من، انظر الى عبد الله بن عمر بن سفيان بن عبد الله رضي الله عنهما، قال قل لي يا رسول الله قولا في الاسلام. قلت يا رسول الله، بيسال النبي قل لي في الاسلام قولا لا اساله احدا غيرك. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. حديث رواه مسلم في الوصايا الجامع في وصايا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده قل آمنت بالله، أنت لما تؤمن بتؤمن بمين؟ تؤمن بالله سبحانه وتعالى. إيمانك بالله لا يكتمل الإيمان إلا بالاستقامة. لا يكتمل الاستقامة معناها أن تعليم ربنا سبحانه وتعالى بتنفذها زي ما هي. نعم. ما فيهاش غلو أو تهون. لا هناك غلو ولا تهون ولا عدول عن طاعة الله فيها. لأن الاستقامة سبب من أسباب رضا الله على العبد. سبب من الأسباب. لذلك ربنا إيه؟ من يهدي الله يشرح قلبه وصدره للإسلام. لا يكتمل الإيمان إلا إيه؟ بعلو الهمة وعلو الاستقامة في الجهاد مع سبيل الله، يعني في طاعة ربنا تستقيم، تستقيم لله. لذلك ربنا بيقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. دعوة جميلة طيبة وسهلة جدا. لما أنا بدعو اهدنا يا رب صراطك المستقيم وأنا بقول اهدنا صراطك المستقيم، ربنا يقول إيه؟ وعزتي وجلالي. شو بقى الله تبارك وتعالى، وعزتي وجلالي لأهدين عبدي إلى صراطي، إيه؟ لن أضل بعدها أبدا. يعني ما يضلوش. ليه؟ لأنه طلب الهداية من ربنا، وربنا لما هديه بيخليه ماشي على طريق إيه؟ مستقيم. بيجي على حاجة كده ويخاف، ماشي على خط مستقيم في حياته. وبرضه دي بترجع ايه؟ لفضل الخلق ومكارم الخلق. كيف استقيم في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل المغريات الموجوده في المجتمع، سواء بقى المعيشه وصعوبتها، سواء المغريات الموجوده في الشارع وفي الطريق وفي كل حاجه. الاب والام بيربوا الاخلاقيات والسلوكيات الطيبه، لكن الشارع بيهد هذا البناء وهذا الصرح العظيم اللي يبنيه الاب والام. والله كل انسان على يعني ما ايه، على ما نضج او ولد، كل انسان ايه على البيئه اللي تربى فيها، على النبت، على الاساس، على الطاعه مع الله تبارك وتعالى. انت بقى تقولي ما تقوليش الشارع، ما تقولي انا مع ربنا ايه، من كان لله بما واتصل ومن كان لغير الله انقطع انفصل. انا معاملتي مع ربنا ايه؟ انا بعامل مين؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يغيرني مكان ولا زمان ولا شارع ولا جار ولا غير ذلك. انا الذي يغيرني ايه؟ يغيرني ايه؟ يغيرني عملي، يغيرني طبعي بالافضل وللاحسن وللاقوم مع الله. ان انا دايما اغير نفسي الايه؟ للافضل، للاحسن. ما اقولش بقى والله ده مع المغالاه ومحاكاه المغالاه وما ادرانا ما المغالاه وطبيعه الناس اللي عايشه، لا انا ده كله ما ياثرش عندي. ليه؟ لان انا متمسك بحبل الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وايه والنبي قال وسددوا وقاربوا ورابطوا واصبروا وافعلوا الخير لعلكم ايه ترحمون. هي برضو استكمال كلام حضرتك، يعني فضل. الاب والام بيربوا في البيت، الشارع بيقاوم هذه التربيه، الاعلام والمسلسلات والاغاني برضو اتجاه مضاد لتربيه الاب والام، لكن واجب عليهم المتابعه، متابعه هذه التربيه. كل واحد فينا بيربي اولاده. نعم. بيمشوا في الشارع مش هينفصلوا عن المجتمع. تمام. هيشوف التلفزيون مش هينفصل عن المجتمع، لكن فين المتابعه؟ فين المراقبه؟ الابن او البنت لما يشوفوا الاب والام بيربوا ثم بيلاقوا في المجتمع سلوك اخر، بيحصل نوع من الفلتره لهذه السلوكيات. تمام. مش هو ده الاب اللي قال عليه او الام قالت عليه. ده كلام حضرتك برضو؟ تمام. ده اظهرك عليه. المتابعه والمراقبه لسلوكيات او يعني احنا اتكلمنا يمكن في حلقه في القناه العظيمه اللي هي يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يعني يزيدها ازدهارا ويزيد القناه يعني كثيرا من البركه ومن الحب
ومن الاتساع لشتى بقاع الارض، لانها بتوضح للناس وبتجيب علماء وبتجيب شيوخ افاضل بنستفاد منهم في هذه القناه اللي هي مناره للاسلام. ده انا بسميها كده قناه الصحه وجمال، مناره للاسلام. المشاهد الكريم هو الهدف الاول بالنسبه لنا، تمام. وافاده المشاهد الكريم ده غايه بالنسبه لنا، ووصول المعلومه الصحيحه للمشاهد ده هدف امثل تمام. لكن عايزين نوصل لمرحله، نوصل لنقاط معينه، كيف نصل للاستقامه؟ نصل للاستقامه بان احنا ايه؟ دايما بالطاعه. الالتزام بالطاعه. بطاعه الله. بطاعه الله. ومفيش حد بيطيع ربنا وحاجه بتعصاه. مفيش حد بيطيع ربنا وحاجه بتعصاه. عبدي اطعني يطعك كل شيء. ده ربنا اللي بيقول في حديث القدس، عبدي اطعني يطع كل شيء، اذكرني اذكرك، لو ذكرتني في ملأ فذكرتك في ملأ خيرا منه، وتقربت الي بشبر، تقربت اليك ايه بذراع، تقربت الي بذراع، تقربت اليك بباع، ومن اتاني يمشي اتيته أرولة. ربنا سبحانه وتعالى بينادي العبد على طول، عبدي 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 عبدي. كذلك احنا بقى في الاستقامه بنقول ايه؟ العبد الصالح وايه؟ والعبد ايه؟ غير الصالح. طب شوف بقى ان في عهد سيدنا موسى بيسأل ربه، يقول يا رب كيف تجيب عبدك ايه؟ العاصي، وكيف تجيب عبدك الصالح اللي هو ده طائع بيطيع والتاني عاصي. شو بقى يعني الحق تبارك وتعالى؟ قال يا موسى، سيدنا موسى كليم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أقول يا موسى أجيب عبدي العاصي بأن أقول لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. فهدوش يا سيدنا موسى، يا رب أتجيب عبدك العاصي بسلاس؟ فالله عز وجل قال نعم. وعبدك الصالح قال أقول له لبيك عبدي. قال ولنا يا رب؟ قال يا موسى اعلم لأنني أقول لعبدي هذا لبيك، اللي هو العبد الصالح لبيك، لأن العبد الصالح اعتمد على إيه؟ على عمله. أما إذا قلت للعبد العاصي لبيك عبدي لبيك عبدي، فهذه رحمة، إنه اعتمد على رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء. في ناس بتفهم الطاعة غلط. يعني إيه؟ النهاردة بيروح المسجد يصلي، تمام، بيصوم رمضان، بيزكي، لكن سلوكياته مع الناس مش زي الطاعة. أخبر حضرتك، فسلوكيات المسجد مختلفة عن سلوكيات في العمل مثلا. بيسب، بيشتم. نعم. بيأذي جيرانه. نعم. بياكل حق الغير. تمام. كل دي ذنوب بيشيلها العبد، كل دي ذنوب وآثام بتكتب فوق كاهله، ويعني ذنوب بتتراكم عليه. ليه؟ إن هو لما يطلع الكلمة يطلعها طيبة. ليه؟ إن هو ما يفعل عمل مع الناس يعامل الناس بمعاملة طيبة، يحسن إلى الناس بمعاملة طيبة، يقدم للناس معاملة طيبة، إن كان موظف، إن كان عامل، إن كان صانع، إن كان دكتور، إن كان طبيب، في أي مهنة إن كان، أو أي موظف إن كان. أو أنا بنقول يا جماعة ليه بالطريقة، لأن في معلش مشاهدين بتسمعنا مش متعلمين، أنا بنقول لازم الإنسان دايما يعبر إن هو مسلم، يعبر إن هو مؤمن لله تبارك وتعالى. الدين معاملة، انت لما تعاملني كويس هتاثر فيه. يعني ممكن واحد تاثره كده بمعامله طيبه، ممكن تسيب فيه كده قول والله ده فلان ده عمل كذا، لا انا اتعلم منه عشان اعمل كده، هيسارع في الخيرات بايه؟ بفعلك الطيب. ما تفكرش ده هينقص من الانسان شيء او يقلل من قيمته او يقلل من شانه، بالعكس، ده ربنا بيبارك له في نفسه وفي صحته وفي ماله وفي اولاده وفي زوجته وفي بيته. ليه؟ لان هو دايما بيخاف ربنا وبيطيع ربنا بايه؟ مع الناس، وبيعامل الناس كما بيعامل ربنا. بيعامل ربنا، مش مستني من حد حاجه، مش منتظر حاجه، هو عايز رحمه ربنا ورضا ربنا عليه، هو ده غايته وهدفه. ان عايز ربنا يرضى عنه وربنا يكرمه وربنا يعافيه ويعفو عنه وربنا يجعل له منزله عظيمه عنده، مكانه عنده. تمام. وكل طاعه ليها ثمره. نعم. قلنا رمضان في تقوى بعد رمضان، تمام، واستمرار العبد في الطاعات بعد رمضان دليل قبول العمل. نعم. من ربنا سبحانه وتعالى. ده كلام صحيح. تمام. مش كده؟ تمام. طيب الطاعه برضو بتؤدي لحسن الخلق. نعم. الانسان فينا لو حسن خلقه او ما عندوش حسن خلق فاكيد الطاعه غير مقبوله. تمام. ده ميزان او بالنسبه لنا خط مستقيم، اذا في طاعه وفي حسن خلق فاذا هذا العمل متقبل. نعم. لو في طاعه وفي صلوات وفي زكاه وفي صيام لكن حسن الخلق مش موجود او تعامل مع الناس فظ، فدليل عدم قبول الطاعه. تمام. كلام صحيح؟ مظبوط. طيب مظبوط. في شروط لهذه الاستقامه. شروط الاستقامه، أول حاجة الإنسان يكون عنده الأدب. 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 أول شرط الاستقامة الأدب. الأدب مع الله. وإذا تأدبت مع الله تأدبت مع الناس. ليه؟ أولاً لو أنا خاف من مين؟ من الملك. لو أنا داخل مثلاً على واحد ذي منصب مثلاً، نقول قاضي من القضاة أو ضابط في اسم أو يعني نقول أمين شرطة، أنا بكلام بسيطة، شوف أنا بداخل عامل إزاي.
انا واحد داخل قدام مثلا طبيب او حاجه جامده او لواء شرطه او ضابط مرور مدير واقف الشغل او مدير العمل او رئيسي في العمل او مديري، ببقى واقف عامل ازاي؟ داخل له بقى يعني متهيئ وداخل له في احترام وايدي ورايا واقف له انتباه، ويعني ما فيش بعد كده، وما اقدرش اتكلم ولا اقدر ارفع صوتي. فما بالك من يتجرؤون على الله؟ ما بالك من يستهزئون بالله؟ ليه؟ ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعني يجعلك يعني هو انت مش الملك حاجة، بيده كل شيء بيد يعني. الملك. انت لازم تتأدب مع الله، لازم تستخير ربنا، لازم تستشعر بعظمة ربنا، لازم تعرف ان في الملك، انت تقف بين يدي الملك، فلازم تكون في خشية، في خوف، في انت داخل على مين؟ على ملك الملك الله. لازم يبقى في ادب، في سكينة، في ورع، في يعني زي ما نقول ايه، انكسار، اذلال امام الملك، امام جبروت السماوات والارض. ليه اذلال؟ اذلل، انكسر. لان ربنا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. وازاي لما انت فقير لربنا، وانت لما يحصل لك اي كارثه واي مشكله واي مصيبه بتروح لمين؟ تلجا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. تلجا لله. فما لك الا الله، لمن تلجا ولمن تهرب الا لله. يعني الواحد حصل له كارثه، اي مشكله، اللي الناس لو في حصلت مشكله او كارثه بممكن ايه، ميه او كهرباء او اي حاجه او نار بتجيله بيخاف ويجري. طب انت اذا خفت من الله هربت اليه. لو انت خفت ربنا هت ايه؟ هتروح له. هتهرب، هتروح له، لان ما ليس لك ملجأ هتروح اليه. فين؟ هتروح فين؟ مش حد بيقدر. الارض ارض والملك ملك والسماء سماء الى اي ارض تمضي. طب وانت بقى مع كل ده، ما ليه تكون المعصيه؟ ليه؟ انت ما تستقيمش ليه؟ والاستقامه الشرط الثاني الهدايه. نوضح بقى تاني، الأدب والهداية. الادب والهدايه. لذلك ربنا بقى قل ان هداني ربي، الهدايه من الله، ربنا حب العبد ده فجعل فيه الهدايه وهو بيهتدي كده. فربنا ليه؟ ومن يهتدي فانما يهتدي لنفسه، لنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. انت بتهتدي لمين؟ لنفسك. عايز ايه؟ عايز رحمه ربنا، عايز رضا ربنا. الهدايه هدايه من الله، اوعى تفكر. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللي بيضل ده مفيش حد هديه، لان مين؟ اذا كان ربنا مش هديه، ربنا غضبان عليه. انت هتيجي او انا، والله لو انا 100 داعي اسلامي او شيخ او نقول العلماء كلها والمشايخ كلها، مش هنقدر لن يهدي الله عز وجل بك الا ما اراد الله ان يهديك به. الله اكبر. يعني ما فيش حد ايه؟ لذلك ربنا يقول ومن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما تحاولش، ما تحاولش. ليه؟ لان ربنا اختار الشخص ده للهدايه، واختاره للطاعه، واختاره للحب، واختاره للقرب. ليه؟ لان عالم نواياه مع الله ايه؟ هو بيعامل ربنا وبيتقي ربنا وبيحصل لربنا وبيعمل باخلاقه الطيبه مع الله سبحانه وتعالى، وبيتاجر مع ربنا بالتجاره الرابحه. كل ده لله سبحانه. واحنا ذكرنا ما ده ما كان الله ده ما اتصل وما كان غير الله انقطع الفصل. احنا بنعمل كل ده لمين؟ لله لله. سبحانه وتعالى. احنا بنطيع ربنا ليه؟ حبا في الله، حبا فيه وخوفا من عقابه وعذابه. خوفا من عقابه وعذابه. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الخطا، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وتاخر. شوف كان بيطيع ربنا ازاي. وكانت السيدة عائشة وغيرهم والسيدة خديجة، خف عليك رسول الله من المشقة والعبادة والوقوف بنادي الله والتضرع والإذلال والبكاء، النبي البكاء كل ذلك. قال أفلا أكون عبدا شكورا. وبعد ذلك يعني مع الهداية بعدها إيه بقى؟ ما نقدر، يبقى عندنا الأدب، أدب والهداية، وعندنا الهداية، وعندنا إيه؟ الأنس بالله، الأنس في رحاب الله. ربنا بالنسبة لنا هو كل حاجة بالنسبة لنا. ما ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ده النبي صلى الله عليه حضرته وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إحنا دايما دايما الإنسان المسلم يكون عنده نوايا حسنة، أخلاق طيبة، يزرع في نفسه الخير عشان يرجع له الخير مع الناس. ما إحنا لا نقول بقى الزمن ولا نقول الشباب اللي النهاردة عابس. عايز بدي نصيحة للشباب، بنقول تعلموا من الكبراء وجالسوا العلماء وخاطبوا الفقهاء عشان تتعلموا. لان الشباب النهاردة في انحرافات كتيرة الا ما رحم الله. شباب كتير منحرف كتير جدا جدا، وانا بركز قوي على الشباب، هم دعامة الام. اوعى تفكر ان انت ما بتعمل عمل غلط او بتفكر ان انت بتعمل عمل يعني مشين او ما بيعجبش الناس
فكر انت يعني باسلوبك ده ان انت يعني محبوب او مرغوب او انت البريمو او انت افلاطون افندي. لا 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 لا، انا عايزك ايها الشاب او ايتها الشاب او ايتها الفتاه، انت عبر عن نفسك في مكانك باخلاقك، في المواصله، في وسيله المواصلات العامه، في البيت، في الجيران، في المدرسه، في الشارع، في كل مكان، بالخلق. وكل سلوكيات الشباب بتدل على الاسره بتاعتك والاب بتدل والام. يا ترى انت عايز اهلك يبصوا عليك ازاي؟ يا ترى الاب والام لو شافوك بالشكل ده هتكون مبسوط؟ الناس هتدعي، يقول لك وكان يعني في وكان ابوهم صالح، بعدين يقول لك ايه، الله يرحم والديه او لا يحسن لوالديه بل ما احسنت يلجوم الله. الشيخ عزت ابراهيم، تعالى اسلام، بشكر حضرتك، سعدت بك النهارده. اعزائي المشاهدين، اخلاق المسلمين واخلاق عموما مطلوبه لكل الناس، مطلوب نراقب سلوكياتنا وخلقياتنا في ابنائنا وفي زوجاتنا وبناتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وربنا حب يمدحه قال وانك لعلى خلق عظيم. يا ده المطلوب، اخلاقيات فيما بعد رمضان، اخلاقياتنا لازم تكون مثال لكل الناس. واجعلوا بيوتكم قبله كما بيقولها ربنا لسيدنا موسى، علشان الناس تستعظ او تتعظ بسلوكيات اللي موجودين في هذه الحياة. بتمنى لكم الصحة والسعادة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.